هزيمة من الزمالك أو تعادل ثم الهزيمة بضربات الجزاء أو الخسارة بضربات الترجيح أو خسارة كأس السوبر عشان نكون نجيب من الآخر يعني، مع أي خسارة للنادي الأهلي الموسم اللي فات برضو كان من اتحاد العاصمة وبرضو الأهلي ما كانش بيقدم عرض جيد. إيه السر إن الأهلي في بداية الموسم ما يقدمش عرض جيد، يخسر بطولة شبه مضمونة مع كل الاحترام للمنافسين كان زمالك أو اتحاد العاصمة؟ ايه السر من وجهة نظرك؟ هل فترة اعداد قليلة؟ هل ثقة؟ هل استهتار؟ هل عدم اهتمام ولا ايه؟ لا ممكن يا كابتن نقول ان هو الموسم طويل جدا، احنا تقريبا البلد الوحيدة اللي بنفضل شغالين لحد الدورات كلها بتخلص. صحيح. احنا نفضل لاخر لبداية موسم تاني في مثلا بس الدوري الامانة الانجليزي. السنة دي اللعيبة خدت اجازة كويس عشان اكون امين، يعني خدوا 21 يوم اجازة وده كويس يعني، ما كانوش بياخدوهم يعني. تمام يا كابتن، بس هو برضو احنا المواسم كلها فيها تلاحم. مفهومة بعضها. بالظبط. نعم. اللاعب لو بص سيبك من التوحم المواسم، تمام سيبك من الارهاق، خلينا نتكلم بجد، خلينا نتكلم الكلام اللي جمهور النادي الاهلي عايز يسمعه. احنا في قناه النادي الاهلي، تمام فمن حقنا ان احنا نتكلم وان احنا نقول وان احنا نوجه عشان جمهور النادي الاهلي دايما بيحب يفرح. اكيد طبعا. برايك الشخصي هل في لعيبه بقى عندها ثقه زياده؟ هل في لعيبه ما احترمتش المنافس؟ هل في لعيبه ما احترمتش المباراه؟ مش المنافس قصدي، ان الزمالك، انا بتكلم ما هو السنه اللي قبلها ما كانت اتحاد استعدتش العاصمه قصد حضرتك ما كابتن او استعدتش بشكل عشتش. كويس، خدت المباراه، هل الحاله اللي كانت موجوده الاهلي كسبان الاهلي كسبان الاهلي كسبان اثر على اللعيبه؟ وهل ده كان بيحصل ايامكم؟ لا كابتن احنا للامانه ايامنا احنا كنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنعرف نقفل كويس جدا وبنعرف نفصل. يعني بنبقى بنعيش الماتش قبلها باسبوع، نعم عارفين ان احنا عندنا ماتش ببطوله، ان برضو اللعيبه دلوقتي الجيل ده لازم يعرف يقيم الماتش يا كابتن ده 90 دقيقه ببطوله، مش مثلا دوري ابطال ايوه بلعب دوري مجموعات او دوري لسه دوري بمحتاج النفس الطويل. لكن كان لازم يستعد كويس جدا ان البطوله ب 90 دقيقه، نعم يعني حتى مش ب 120 دقيقه كابتن يبقى في نعم اكسترا تايم، لا ده البطوله دي 90 دقيقة ب 90 ضربات دقيقه ترجيح على طول. نعم. بالظبط. كان لازم اللعيبه تعرف تجمع بعض، تعرف تقفل على نفسها كويس جدا. ده كان دور ليك مين يا وليد؟ نعم. هل يعني ده بينصب عند كابتن الفريق بس كابتن محمد الشناوي؟ لا لأنه في ناس بتروح على كابتن، طب ما في برضه لعيبة كبار يعني، طبعا أنا ما لا أقدرش أحمله المسؤولية بالكامل يعني. لا، هو دايما نعم. يا كابتن على مدار السنين اللي فاتت ها. كلها في 7 8 لعيبه القدام اللي بيعتبروا كباتن بالترتيب ورا بعض، هم نعم. دول اللي بيشيلوا المسؤوليه، هم دول اللي بيلموا الفرقه كويس جدا، هم دول اللي بيتكلموا، هم دول اللي بيبقوا على علم بتفاصيل كتير جدا بيتكلموا فيها مع كل اللعيبه طبعا.